مدرب ميشن؟ بالحقيقة يعني أنا ما أدري الكلام هذا من وين يعني يجيبه خالد عبد القدوس، مع احترامي له عرفت، بس أتمنى لما أنا أتكلم أقول إن أنا في لاعبين ما يسمعون الكلام عرفت، أقول اسم اللاعب اللي ما يسمع الكلام، وأقول في أي مباراة اللي ما يسمع الكلام، فهذا الكلام غير صحيح وعار عن الصحة. فأتمنى أتمنى يعني من أخوي خالد يتحرى الدقة في كلامه، لأنه قاعد يتكلم في يعني قناة حكومية في بعيدا عن الكلام في القناة. أبو عبد الله يمكن هو قبل يتحدث عن ضم محترفين من الدوري الروسي ومن الدوري الأوكراني وقد حدث، من وين يجيب كابتن خالد؟ شوف ممكن احد من اللاعبين، احد من بس ما اعتقد في احد من الاداريين اللي معانا يتكلم اي كلام او يسرب اي خبر من الاخبار، عرفت شلون؟ في احد قاعد يعطيه خبر اوكي، بس هو كان يتكلم اكثر من مره انه راح يجيبون مثلا صانع العاب، ما حصل، ما يبنى صانع العاب، يبنى اثنين بالبوكس يلعبون، صانع العاب ما يبنى، فيعني معظم كلامه ما كان صحيح. فأتمنى أنه يتحرى الدقة وما يتكلم، لأن خالد عبد القدوس مو مخول أنه يتكلم باسم النادي العربي، هذا رأيه الشخصي كيفه هو حر، بس لازم يعرف أنه في جهاز إداري في جهاز فني هم المسموحين أنهم يتكلمون بلسان النادي العربي، في ناطق رسمي باسم النادي العربي يتكلم مو خالد عبد القدوس، وشكراً.